تريم بلدة بوادي حضرموت عرفت بالعلم وكثرة العلماء وطلاب العلم، وهي من البلدان التي اشتهرت في بقاع الأرض بنشر الدعوة الإسلامية. من السنن الطيبة التي تجري في بلدة تريم ما يسمى بالتعريف، والتعريف مأخوذ من عرفة، كما أن الجمعة مأخوذة من الاجتماع، والعمرة مأخوذة من عمارة المسجد الحرام، كذلك التعريف مأخوذ من عرفة. لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم النفخ في الصور. والتعريف هو اجتماع المسلمين عشية يوم عرفة لذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع، ويسألون الحق سبحانه وتعالى قبول الحجاج وإرجاعهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين. ذلك يجري في بلدة تريم في عصر يوم عرفة ويسمى بالتعريف نسبة إلى يوم عرفة. فيبدأون بالأذكار التي وردت عن نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يأتون بها بصوت جماعي، ثم يدعون الحق سبحانه وتعالى بدعاء جماعي. اللهم هذا يوم عرفة يوم شريف، يوم شرفته وكرمته وعظمته، نشرت فيه رحمتك ومننت فيه بعفوك وأجزلت فيه عطيتك حميد، يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، بحرمة الإسلام وبذمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نتوسل إليك، فاغفر لنا جميع ذنوبنا واصرف عن موقفنا هذا مقضية الحاجات. ثم يقوم فيهم المذكرون فيذكرونهم بآداب وسنن تقبل عليهم في يوم العيد وأيام التشريق وسنن العيد، ثم بعد ذلك يختمون هذه الجلسة المباركة بدعاء الحق سبحانه وتعالى. عرفة هو أكبر تجمع ديني يتم فيه تجمع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، يتكرر على مدى السنين. يعتبر يوم عرفة مظهرا عظيما للإسلام والمسلمين، وخصوصا في هذه الأيام مع وجود وتسهل الأجهزة الحديثة والذي تنقل هذا المشهد العظيم إلى مشارق الأرض ومغاربها. هذا الاجتماع وهذا التعريف ليس هو حديث من اليوم، إنما كان من سلف الأمة من أيام أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد أخرج ابن أبي شيبة بثلاثة طرق، وأخرج الإمام البيهقي وابن سعد في الطبقات عن الحسن أنه قال: أول من عرف بالبصرة هو حبر الأمة ابن عباس، وابن عباس صحابي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا ابن عباس أول من عرف بالبصرة، كان يجتمع في المسجد في عشية يوم عرفة فيجتمع الناس باجتماعه يدعون ويذكرون. إذن هذا التعريف كان من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستمر سلف الأمة بعدهم على ذلك. فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن التعريف، وسؤاله عن التعريف فيه دليل على وجوده من تلك الأيام، فعندما سئل قال: هو أمر لا بأس به. لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور. لا إله إلا الله عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد أضعاف الهدوء.
ويكونون في ذلك اليوم على صيام اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفطرون بعد أذان المغرب ويصلون المغرب ويتفرقون والقلوب منشرحة بذكر الحق سبحانه وتعالى وبدعائه والتضرع إليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا